السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ كي صبحتوا؟ كي قيالين؟ لاباس عليكم؟ كلشي هاني. المهم انا اليوم شويه فقت بكري، فقت مع 49 دقيقه، وقلت نشارك معكم لحقاش في اشياء صراحه عندي بزاف الحوايج ما يتقبل، خصني نخرج. وعلى داكشي علاش نت بكري باش بحران يعني نطيب نخمل نرسي اموري، وقلت علاش لا نشارك معكم واحد المشتريات خديتهم لانيفيرسير ديال بنتي، وشي حاجه وصلتني من عند بابا. نتوما عارفين شي حاجه ملي كتوصل من عند الوالدين كتجي كبيره بزاف وزوينه، وما تكرهيش تبقي محتفظه عليها، ما تفرقتيش فيها لحقاش كتشم فيها ريحه الوالدين. يا ربي الله يخلي لكم والديكم ولي ميتين، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويوليهم برحمه الله، ويوسع عليهم ضيقه القبور ويجعلهم ان شاء الله من اهل الجنه، واللي باقي لهم حيين تهلاو في والديكم. كلمه طيبه صدقه، منجرحوش والديكم. انا بصراحه الله شحال مره كنت كن بعيد مني، علاش غوتي عليا؟ لا قلت العقل وما دير. دابا لا، منين تزوجت ولات بنتي، فوقاش ما نهضر مع ماما ولا مع بابا نقول لهم سمحوا لي، راه ما سمحتوا ليش نتوما ربي ما يسمح ليش. كيقولوا لي لا بنتي حنا مسامحين لك والله يرضي عليك، اللهم لك الحمد، والدي راضيين عليا زعما ديما راضيين عليا، وزعما يعني انا ما عمرني هما يعني شنو كيقولوا، زعما انا ما عمرني اديتهم ولا شي حاجه، ولكن يعني غير مثلا كنثر عليهم، ولا الا كنت مسبغوش عليا علاش كتغوتوا عليا ولا علاش هادي. منين ولاتو هادي كنبقى نسترجع كنقول لا ما كانش عليا ديك النهار ديك الخطره نقول ماما هكاك، ما كانش عليا نقول لبابا هكاك، ما كانش خصني نهضر معاهم هكاك، ما كانش خصني ندير لهم هكاك. ولكن كلشي الحمد لله من الوالدين قلبهم كبير وكيسامحوا لوليداتهم، واخا ما عارف شنو يديروا فيهم كيسامحوا ليهم عفوا كيبقاو معاهم ما كيفرطوش في وليداتهم، ولو ما عرفت شنو يوقع. الحمد لله والدي دائما معايا، واللي خطا هي مامتي راه كتشوفني بطبيعه الحال ما متبعاني حتى هي، كنقول على اللي خطاك هي يا نورت حياتي، بلا بيك حياتي فالصو. زعما الله يسمح لي منك، الله يسمح لي من حقك، الله يجعل ربي يسهل عليا ويرزقني نعوض لك ولو غير شويه من داكشي اللي درتي معايا، اللي عطيتيني من اي حاجه. وكذلك ومثال تاع الاب ديالي، لانهم صراحه احسن والدين، والله يعمرها سلعه، وظريفين وكيحنوا فيا كيحنوا عليا، واي حاجه بغيت نديرها كيقولوا لي بسم الله بنتي حنا معاك. يعني ما عمرهم هكا بقاو لي لا كيفاش هادي من غير اليوتيوب. صراحه منين بغيت انني ندخل العالم ديال اليوتيوب، لا بنتي وحنا ما عندناش في العائله هذا الشيء زعما اليوتيوب، هما بالنسبه ليهم زعما اليوتيوب لا غادي تدخلي غتبقاي غيسبك شي واحد غتنوضي انت تسربينتي وياه تعايروا هذه بزاف الحوايج. يعني المهم هذا هو بالنسبه ليهم، تبقاي ديري خرجات وتبقاي تباني وهادي، وحنا ما عندناش بنتي في العائله بحال هكاك وهادي. قلت لهم لا، راه زعما انا ما غاديش ندير شي حاجه خايبه، يعني محترمه بلباس ديالي محترم، يعني ما غنديرش شي حاجه اللي خايبه، وما غاديش نحط لكم وجهكم في الارض. ودائما ان شاء الله باذن الله نكون مشرفه بكم وبعائلتي، والله يخلي لي عائلتي كامله اللي مسانداني وواقفه في جنبي، ولالي خطاكم عليا، وانا بلا بكم ما كان سوى والو، وصحاباتي كذلك ومثال كنقول لهم شكرا لكم بزاف اللي على خارج ارض الوطن ولا اللي هنايا، كنقول لكم شكرا 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 بزاف، رغم ان ضيق الوقت اللي عندكم حيت الناس ديال برا نتوما عارفينهم الله يحسن العوان، الوقت كيكون عندهم ضيق مع الخدمه مع الدار مع الوليدات مع بزاف المسائل، وخا هكا كيخصوا لي وقت ليا انا باش كيتفرجوا في لي فيديو ديالي وكيساندوني، وهما اصلا صراحه اللي كانوا دائما كيلحوا عليا سلمى ديري اليوتيوب، انت دائما غير في الدار ما كتعرفيش على الناس شحال، انت في طنجه ما كتخرجي ما كتدخلي، ديري اليوتيوب غادي يخليك انك ما تبقاش منعزله بوحدك، غيخليك انك تولي تعرفي على الناس تخرجي تضحكي تهضري. المهم بالاخص صاحبتي حيات كانت كتقول لي هذه الهضره دابا هذه شي عامين باش كانت كتقولها لي، واليوم عاد كتاب انا يعني ماشي اليوم ولكن زعما هاد تقريبا دابا شي 10 ايام باش درت القناه، عاد كتب انني نفتح قناه. كنقول لكم شكرا بزاف لهلا خطاكم عليا، على الناس اللي دعموني والناس اللي قالوا كلمه زوينه في حقي، والناس اللي كيعطيوني ملاحظات، يعني سلمى ما ديريش هكا ديري هكا صوري هكا،
كيعطيوك ملاحظات بطريقه زوينه، يعني ماشي الواحد كيجي كيهضر معاك خايب ولا شي حاجه، ولكن المهم يعني كيتعاملوا معاك مزيان. سمعي كيفاش شدي التليفون، حاولي ما ديريش هكا، حاولي هكا، الهضره من الاحسن ما تقوليش هادي، ما ديريش هادي. كنقول لكم شكرا بزاف لهلا يخطيكم، والله يسهل عليكم ويسهل عليا ويسهل على جميع امه سيدنا محمد. ونبدا معكم بالمشتريات، المهم شي حاجه وصلتني من عند الاب ديالي، الله يخليه ليا يا رب، ويخلي لكم كاملين والديكم واللي ماتوا الله يرحمهم ويسعد عليهم ضيق القبور. وشي حاجه شريتهم لانيفرسير ديال بنتي، باقي يلاه كنوجد لها وباقي عيد ميلاد ديالها. كنتمنوا من الله ربي يسر الامور، وان شاء الله ديك الساعه نشارك معكم عيد ميلاد بنتي. المهم ندير لها شي حاجه على قد المستطاع ديالي انا، المهم ديالي انا والاب ديالها، حيت انا ما خدامه شي نيكا صايف في الدار زعما بابا. شي حاجه على قد المستطاع، المهم غادي نفرحها تفرح، يجيو عندها شي، المهم شي اصدقاء والناس ديال العائله اللي قراب لينا هنايا، مثلا الناس اللي بعادين ما غاديش يجيو، حيتاش يعني البعد من فاس لطنجه كتجي شويه قاصحه. ايوا صافي، هادشي اللي كاين ان شاء الله يا ربي، الله يوفقنا ويعطينا الصبر ويعطينا الصحه باش نكونوا مع وليداتنا، باش نربيهم تربيه حسنه، باش نوقفوا معاهم، باش نحنوا فيهم. بغيو ولادكم، تصاحبوا مع ولادكم، حنوا في ولادكم، راه الا ما حنيناش حنا في وليداتنا ما كاينش اللي غيحن فيهم. والا ما حنا تعاملنا وكنا اصدقاء صحابات صحاب وليداتنا، راه غيقلبوا على صحاب في بلاصه اخرى، ويقدر يكونوا صحاب سوء، يقدروا يكونوا بزاف الحوايج. فمن الاحسن صاحبوا اصحاب واش تخلي، كونوا اصدقاء لوليداتكم، والله يجعل وليدات بنيتي، حيت انا ني بنيتي ووليدات جميع امه سيدنا محمد، يكونوا ان شاء الله وليدات صالحين، والله يسر لينا ويسر الجميع. المهم نبدا معكم طوالت عليكم ما تديوش عليا. المهم الا خرجتي كما ماشي هذيك ولا شي حاجه، كنعتذر عفوا، راه باقا ما مولفاش على الهضره قدام الكاميرا. كنقول لكم شكرا بزاف مره اخرى، وخا عليا نشكركم، راه ما غنوفيش حقكم ولا لا يخطيكم. المهم نبدا، المهم خديت لبنتي هادو، باقي خاصني جوج حسيت اللي خديت من عنده، لقيت عنده بزاف ماشي ما لقيتش، ولكن ما عرفتش واحد قصر واحد طويل. لقيت لا كولور غير هادو اللي كاينين جوج جوج، المهم ما عرفتش علاش هذا، نتوما قال لي بالكم الفرق، ما عرفتش علاش. باقي خصني المهم جوج اخرين ان شاء الله، باقي نولي نرجع عنده، حيت هذاك هو السيد زعما اللي كنتعامل معاه ديما، ما بغيتش نمشي لبلاصه اخرى، قلت له صافي حتى تجيبهم. هادو خديتهم من صحاب 5 دراهم، هما واقيلا دايرين كثر 10 دراهم، خديتهم انا من عند صحاب 5 دراهم، 5 دراهم يعني الوحده. وخديت هادو ديال هولو كيتي، خديتهم هادو من عند واحد السيده، لا ماشي من عند واحد السيده، من عند واحد السيده اللي خديت من عندها هادو، واحد السيده الله يعمرها سلعه خدام على راسها دايره في الراشه. كان صراحه كنوجه تحيه كاع الناس اللي دايرين في الراشه واللي كيبيعوا يشريوا على راسهم بعرق كتافهم، ما كيديوش الناس، ما كينهبوش، ما كيديروش شي حاجه اللي حرام. كنقول لهم تبارك الله عليكم، الله يوفقكم، الله يعينكم على وليداتكم، الله يسر لكم الامور. نورمالمون هادو في المحلات دايرين 6 دراهم وقيله ولا 10 دراهم، السيده ماشي خلاتهم هي، كتبيعهم هي ب 3 دراهم ونص، وهادو ب 4 دراهم، يعني الثمن صراحه واعر. خديت انا 3، كنت باغا ناخذ وحدين اخرين بحال هادو، ولكن لقيت هادو بقاو لها غير وحده، وهادو بقاو لها غير جوج، وعندها اخرين فيهم ديال الدعسوقه، وعندها ديال سبايدر مان، وانا ما بغيتش ندير بزاف الاشكال، قلت صافي غندير غير جوج اشكال بعدا شويه. هادو عييت نقلب على شي، المهم في البلاصه اللي انا فيها ما لقيتش شي وحده اللي فيهم زعما كاشير صما ولا شي حاجه هكا ديال البنات، لقيتي هادو سامبل. صافي قلت انا ناخذ هادو بالحق، مازال ان شاء الله منين نولي نخرج نشري حوايج اخرين، الا بانوا ليا شي شكل اخر مزيون ديك الساعات غادي ناخذهم منها. هادو صراحه كنت دومونديت عليهم من شيئين، شيئين جابتهم ليا صاحبتي، كنقول لها شكرا، هي اللي دوموند، انا اختاريتهم انا وياها، وهي اللي دومونديت عليهم، كيجيو زوينين. ونيت بغيت عافاكم قولوا ليا في لي كومونتير هاد الالوان هادو شنو نزيد، باغا نزيد شي 10 نفخات اخرين، واش البيض ولا الكحل اولا شي لون اللي يجي معاهم، قولوا لي انا ما كنعرفش، ما عرفتش زعما
طاح في بالي الاسود بلا الابيض، ولكن ما عرفتش. المهم قولوا لي في لي كومونتير. وخديت لها هاد الشميعه هادي حتى هي فيها 3 سنين، وخديت لها هادو حتى هي من شي ان كانت راه هي طويله سدها غير بميكا باش ما تبليش تحلي، حيت كانت حلاتها بنتي كانت فهاد اللعيبات هادو كتلصقي فيهم النفاخات، ولكن تنسات ليا كيفاش شفتها الشكل ديالها كيفاش شفتو في شي ان تنسالي صراحه. صافي هادو ديالي كي كانوا ديجا هزيت منهم صراحه كانت عامره، حتى هادو خديتهم من عند السيده ما شاء الله الله يبارك ليها في الرزق ديالها، كانت كبيره حسبتها لي ب 3 درهم ونص حتى هي. خديت هادو ديال السيليكون باش نبقى نستعملهم بزاف ديال الحوايج، ومن ديك الساعه غادي ندير فيهم واحد الوصفه ديك الساعه غنشاركها معكم ان شاء الله يا ربي. المهم انا ماشي بروفيسيونيل باش بلا ما يحلق عليا شي واحد في الحلويات والطبخ، كنطيب ولكن ماكلتي زوينه ايه، ولكن زعما ماشي زعما شي طبخ زعما، حيت كاينين ما شاء الله اللي كثار مني يعني في الزواق وداك الشيء ما شاء الله، يعني باش شي وحده تجي تعلق عليا ولا شي حاجه انا راه غير قد الحال. المهم كنطيب زوين ولكن راه ماشي بروفيسيونيل زعما في الزواق وداك الشيء. خديت هاد الليمون من عند واحد السيد عاوتاني، الناس ديال طنجة غيعرفوا في بني مكدا ما شاء الله لا عمرها سلعه، داير شي اثمنه خياليه. هادو كيتباعوا ب 30 درهم، السيد خلاهم ليا ب 23 درهم. هادي حتى هي كتباع ب 30 درهم اللي فيها 12 حبه، خلاها ليا ب حتى هي ب 23 درهم ولا 24 درهم بقيت عارفه. المهم بهذا الثمن يعني تعامل معايا فوق بخير. المهم هذا الشيء اللي لحد الساعه اللي واخده العيد ميلاد بنتي. والبارح مشيت لديكاتلون خديت هاد السبرديله واعره بزاف البنات، مريحه واخا كتقلب بها هكا كتقلب ما كيوقع لها والو، ما كتقطع ما كتكمش صراحه شي حاجه طوب واعره. والثمن انا كل صراحه جاني ثمن خيالي وزوين بزاف، كنت باغا شي لاكولو وما دايرين انه مع الثمن هذا، حيتاش على ما قالت لي البنت اللي تما قالت لها اختي حيت لاكولو الكحال وداك الشيء كيتمشى كيطير دايرين له 199، وهادو قالت لي ما كيتمشاوش على داك الشيء علاش دايرين له غير 100 درهم 99 درهم، يعني شي حاجه صراحه. المهم عجبوني انا بزاف، انا كنلبس 130 39 لقيت غير 38 36 اللي بقاو في هادو. صافي خديت هادي، وما انتم تشوفوا صراحه مريحه وخفيفه عرفتي بحال ما لابساش، عجبتني بزاف حيت انا دايره لاصال على ود خديتها باش نبقى نلعب بها. وخديت هاد التيشيرت هو واعر صراحه، والثمن انا صراحه جاني الاثمنه عندهم زوينه بزاف خفيف رطب ورطيب مزيان، والثوب ديالو غزال ما شاء الله زعما شي حاجه واعره. هذا خديته ب 40 درهم ماشي 40 درهم يا ربي، وما دايرين له 38 درهم، المهم 40 درهم قبل شي حاجه. هذا الشيء اللي خديته وصافي دزت المرجه كنت خديت واحد الشيبس مشات كلينا والحليب صافي. هذا الشيء اللي خديت صراحه من المرجان، حيت انا اغلبيه ما كنسخرش من المرجان كنسخر من الهري، من غير الا كان هكا شي هكا شي بروموسيون ولا شي حاجه. كنت ديجا وخديت البارح الكيسان وخديت باكيت الكيسان كنت واحد الكيسان فرحه دايرين فيهم بروموسيون. المهم دابا ندوزو لداك الشيء اللي صيفط ليا بابا ويا بابا ولا لي خطا كاين هادي شنو هي ما نعرف الزاز واقيلا لزات انا معاك كنعرف شويه شو. المهم بابا صيفط لي هادشي قال لي بنتي تقي ديري هاد الشعر، بابا عنده مع داكشي ديال الجمال والوجه وداكشي. ان شاء الله الرحمن الرحيم الى جا عيد الميلاد ديال بنتي غادي نصور معاه فيديو، وغادي يعطيكم نصائح الاب ديالي ما شاء الله في هادشي ديال التغذيه والوجه والشعر. ما نقول لكمش انا فاش كنت صغيره صراحه كان كيدير لي دائما يشد لي ويدير لي مطيشه لوجهي الخيارات، وانا كنقول بعد مني وما كيعجبنيش داك الشيء، هو كيقول لي لا راه الجمال ديال المراه وداك الشيء، ويدير لي الحنه شعري يشد ويدير لي الزاز والرمان مدقوق وشعري ويدير لي الحنه. المهم صراحه الله واحد الاب حنون بزاف، لا هو ولا الام ديالي اللي يخطيهم عليا يا ربي الحبيب، والله يطول لي في عمرهم يا ربي حتى يشوفوا وليدات وليداتي. وان شاء الله كنتمنى ربي شي نهار يرزقني ونفدي لهم ولو غير شويه للاب ديالي ولا الام ديالي، لحقاش زعما داروا معايا شي حوايج ماشي اي واحد زعما يديرهم مع وليداتو. عفوا كنقول لهم لا تقوم عليا، راكم نتوما هما كلشي في حياتي، بلا بكم انا راه ما كنسوى حتى شي حاجه.
واخا هي نشكر فيهم لينا حتى الغدا راه معروف فيش حقهم. المهم هذا واقيلا الا ما كنت نكذب للزاز جابوا لي بابا سيفطوري قال لي باش نطحنوا هو وشي حوايج اخرين واقيلا للزاز. المهم اللي كيعرفوا يقول لي يقول لي في لي كومونتير شنو انا ما عنديش مع صراحه مع يوتيوب وداكشي ما كنعرفش فيه بزاف. هذا هو الثاني هذا عاوتاني ما عرفتش شنو هو ما نعرف نكتشف معاكم. هذا وقيلا هو اللي مزاز ما عرفتش. وهذا المهم هادو كاملين قال لي بابا غتجمعيهم وتنقيهم وتطحنيهم وتزيديهم مع الحنه بلدي وديريهم لشعرك. هادشي اللي قال لي بابا حيت بابا هو اللي كيعرف صراحه بداك الشيء. هادي زريعه الكيف زريعه الكيف صيفطها لي بابا قال لي حتى هي مزيانه للشعر وقيلا غنهز منها شويه وغنديرها مع زيت البديل نبقى نشق بها لبنتي شعرها. انا صراحه الحمد لله شعري قوي غير هو كايطيح قوي ما شاء الله ولكن كيطيح وخرجت عليه كنت صبغته في العيد الكبير ومنين صبغته انا ديجا كان فيا شي حنا عندنا شي ويراتي في العائله ديال ماما عندنا ويراتي. انا ملي كنت صغيره كنت عندي 12 عام كان عندي واحد جوج شيبات لداخل في الوسط ولكن عادي ما كانوش كيبانوا اصلا انا متقبله راسي بالشيب زعما عادي الحمد لله. ومنين صبغت في العيد الكبير بحال هاج الشيب دابا بغيت غير نرجع لاكولور ديال الشعر ديالي لان لحقاش انا لاكولور الشعر ديالي كحل فونسي ودابا رجع هنايا كحل تحت مارون المهم مخربق وبغيت زعما نحيد ذاك اللون ما جاش مع وجهي وما عجبنيش ولكن ما خفت نولي عاود ندير صباغه اخرى خفت عاوتاني نمشي نخرج عليه ويزيد يكثر الشيء. لحقت الصراحه دابا ملي درت له صباغه كثر الشيء بزاف لان شي وصفه طبيعيه تقول يعني واخا صراحه عاود الوصفه صرا صيفطوا لي باغي انا ما باغي انا راه والو هادشي ما عرفتش شنو هو. هذا كان قال لي بابا كيبخرو بي ما عرفتش كيقولوا له غنوريكم. هذا الجاوي واقيلا ولا ما نعرف هذا هو هذا قال لي بابا قال لي هذا باقي ما مصبوغ ما مقطع ما والو وهذا مصبوغ وسميتو مفزقينو بالعود فيه ريحه العود زوينه غنبقى ندخل ليه ان شاء الله يا ربي اللي كنحما قال الخور كي يجبني الخور. هذا هو هذا شنو عرفو هذا الورد هذا عرفتو خلاص. هذا الورد الله واحد الريحه فيه غزال صراحه حنا عندنا في فاس داكشي في فاس غزال ما شاء الله فاس زعما شغنقول لكم كلشي رخيص كلشي زوين كلشي بيو طري. هنايا في طنجة ماشي ما كاينش لا حتى طنجة مزيانه حتى طنجة فيها ولكن فاس عاوتاني يمكن حيت انا ولفت داكشي في فاس زوين ما نعرفت. هذه ولا ما عرفتها شنو هي واقيلا الملحه دايره بحال الحجره دايره بحال الحجره واقيلا الملحه الحيه ولا اش كيقولوا لها وقيلا الملحة. شنو هذا هادي وقيلا الشيح الا ما خفت نكذب نحلها ونشوف نكتشف معاكم نكتشف. اهل البنات نشوف لا لا الخزامه الخزامه. انا صراحه ما عنديش مع ماشي ما عنديش ما كنعرفش بزاف العشوب وهادي ما كنديروش. هذا الغاسول غاسول ميسور مسقي بالاعشاب الخزامه الورد القرنفل السنبل الزروده ما عرفتش هي الزروده. المهم هذا الغاسول ايوا هذه الحنه البلديه الحنه وراق بابا تاع عند العشاب وطحنها لي على يدو شرا لي مسكين الحنه قال لي راني شريت لك الحنه ونقيتها وشمشتها وقديتها لك وديتها عند العشاب طحنتها لك شكرا لك عطيتك عليا يا بابا. شنو اخر وهذا العكا الفاسي قال لي بابا قال لي هذا العكا الفاسي ديال الشعر قال لي الا بغيتي تخلطيه مع داك العشوب ديريه للشعر. ها هو و
وهذا قال لي الا بغيتي تستعمليه للوجه، ولكن انا ما عارفش صراحه واش كيستعملوا العكار الفاسي للوجه. هذا قال لي هذا المزيان الفري، هو جاي في شكل اللون ديالو زوين. المهم صراحه انتما واش يبان لكم نحل لكم كيبري في واحد اللون كيبري هذا، وكاين هذا بحال حبيبات ها هو. المهم هذا قال لي بابا بان الوجه يمين استعملوا الوجه، ايوا صافي وسالينا هادشي اللي كاين. المهم هادشي اللي صيفط لي الاف ديالي بابا، عنده مع هادشي ديال الشعر ان شاء الله يا ربي. انا قلت لكم كنوعدكم الى جا بابا هو قال لي بانه غادي يجي في لانيفرسير ديال بنتي، الى جا غادي نصور معاه الى بغى يبان في الكاميرا. غادي نصور معاه وغادي يقول لكم صراحه بزاف النصائح اللي كيبغي النصائح بابا، ديال سوا التغذيه سوا البشره سوا الشعر. ما شاء الله صراحه الله دائما عائله بابا، ملي كتوقع شي حاجه غادي كيقولوا له حبيبي كن زعما عطينا نصائح وداك الشيء، ودائما كيديروا داك النصائح وبصح كتصدق لهم. الا انا اللي كنت كنقول لا وبعد ملي ما نديرش داك التخليط لراسي ولا ما نديرش هادي الوجه. انا صراحه من صغري ما عنديش مع قليل زعما فين كندير شي حاجه، دابا وليت كنقول هذاك الشيء برا كناس. ودابا اغلبيه كنبغي ندير لبنتي، حيتاش بنتي واخا عندها 3 سنين، اللي كتعرف شي حاجه صراحه الله جاوبوني في لي كومونتير عافاكم، اللي كتعرف شي حاجه كتقوي الشعر. وانا ما حسنتولهاش فاش تزادت، ما حسنتولهاش حيت خفت لا نمشي نحسنو لها وشعرها يحراش انا داكشي علاش انا ما بغيتش نحسنو لها، خليتو لها هكاك عندها الخلوق. ولكن ديجا كنت قطعت لها صاحبتي واحد شويه قطعت لها، ولكن واخا هكاك ما عندها شويه صغير ما كيتجمعش، واخا كيتجمع ولكن كيبقاو دوك الشنات في اللي من هنايا ومن هنايا كيبقاو كلهم هكا طالعين في السما. يعني كنضطر دائما ندير لها كرينات وقطات من هنايا باش ما يتشدوش. وهي عندها شعرها بوكلي بنتي، زعما شعرها رطب ماشي زعما حرش، لا شعرها رطيب وزويون، هو عندها بوكلي. وملي كيجي صايبو لها بوكلي حيت ما عندهاش طويل كيبقى من هنايا هكا جاي داير هكا ما كيعجبنيش هكا، داكشي علاش كنشطو لها كندير لها كريمات. ومره مره كندهن لها هكا بزويته بلديه ولا الزيت ديالها عندها زيت جونسون. وديجا كنت قالت لي ماما على واحد سميتو زيت البصله، لا ماشي زيت البصله يا ربي، زريعه البصله، قالت لي شري زريعه البصله وديريها. وانا شريتها باقا صراحه ما درتها لها، والله باقا ما درتها لها، عاد ان شاء الله باغا نديرها لها. واللي عندها شي وصفه اخرى تقولها لي في لي كومونتير، شي وصفه ديال كتقوي الشعر. ما كرهتش صراحه لحقاش بنتي شعرها ماشي حرش، لا شعري بنتي عفوا شعرها رطب. وعاد انا بنتي راه ما كتحملش عندها عقده مسكينه من الشعر، ما كتحملش شي واحد يقول لها انت ما عندك الشعر وشعرك خايب، كتقول لهم لا ها هو انا راه عندي الشعر. ملي كتبقى تعصب ملي كيقول لها شي واحد ما عندك الشعر، ولا شافتها هكا شي بنيته شعرها هكا طويل كتبقى تقول لي ماما شعرها زوين وين زعما هذيك شعرها زوين، كنقول لها صافي ماما انت شعرك زوين باش هكا ما تكبرش، حيت الا بقينا كنقولوا قدام الدراري الصغار مثلا الا كان فيهم شي عيب، واخا انا ماشي عيب الحمد لله في بنتي اللهم لك الحمد، ولكن يعني رفقا بالاطفال ديالكم راه واخا كيكونوا صغار يعني كيحسوا. يعني بقيتي كتقولي لها انت قصيره ولا انت عوجه ولا انت هادي ولا انت هادي، نفسيتها كترجع محطمه كترجع بزاف د الحوايج. من الاحسن يعني تعاملوا مع وليداتكم زوينين، يعني ولو ان احبوهم في راسهم، ولو ان يكون فيهم شي مشكل ولا شي حاجه، دائما قول لهم انت بنتي زوينه انت غزاله انت احسن بنت، يعني باش تطلع شخصيتها قويه، يعني ما تطلعش بان الشخصيه ديالها منكسره. المهم شكرا لكم بزاف مرات اخرى، ولا خديكم ونخليكم. المهم واقيلا نقدر نصور لكم الروتين هكا طياب وداك الشيء والتخمال، حيتاش علاش دابا انا ما كنديرش معكم الروتين ديال الطياب وهادي، لحقاش الكوزينه ما كنلقاش فين نحط التليفون هكا ويبان لكم شنو غادي نطيب، ما عنديش فين نحط.
وعندي واحد الشبكه فين كنعلق فيها دابا هذا اللي معلقه فاش كتشد فاش كيشد لي التليفون كيبقى يتزعزع، ومني كنرجع ثاني لهنايا للبيت ونطيب كتبقى الطبله تزعزع لي، يعني الكاميرا كتبقى تمشي وتجي. داكشي علاش حاليا باقا ما غاديش نصور لكم روتينات بحال هكاك ديال الطياب وداكشي. بما ان شاء الله يا ربي ناخذ شي سيبوره تكون زوينه، شي حاجه زوينه للتليفون ولا شي لعبه، المهم شي حاجه هكا مزيانه. وباقي خصني المهم بزاف الحوايج، باقي خصني الاضاءه وداكشي. المهم ما عرفتش دابا واش هاد الفيديو غيبان لكم مزيان، ولكن المهم قبلوا بيد ما نقاد نشري داكشي اللي بغيت، حيت صراحه بغيت ناخذهم من امازون. قالت لي صاحبتي بان ديجا فيهم شي بروموسيون، فيهم بروموسيونات زوينين ديجا هي خدات. ايوا ما نعرفت باقي متردده، كنقول يا ما غنمشي نطلع ناخذهم. صاحبتي عاوتاني اخر خداتهم من الفنادق كتصور بهم، حتى هي عندها قناه في اليوتيوب كتصور بهم. هو باقي ما عرفتش صراحه واش نطلع للفنادق ناخذهم من تما الخاص وني تنضرب شي دويره ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا مشيت للفنادق غادي نصور لكم شي جوله فيه. ايوا هادشي اللي كاين، طولت عليكم التخربيق. المهم انا نوض غندير لكم هكا جو. المهم الدنيا مرونه راه يلاه فقت دابا، راه وقيلا فاش بديت معكم الفيديو كانت 49 دقيقه، دابا ما عرفتش شحال الساعه، يعني باش بلا ما تعيبوا ليا ولا شي حاجه، يعني راه يلاه فايقين من الناس ضروري الدنيا تكون شويه مرونه. نصور لكم قبل ونصور لكم بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. نصور لكم زعما كي كانت مرونه ومنين نجمعوا نقعد نصور لكم. المهم انا عندي غير دويره صغيره ونصور لكم الجريده. شوفوا عندي واحد الجريده صراحه زوينه دايره فيها واحد نباتات، وعاد باغي ان شاء الله نشري واحد الوريضات واحد النباتات عاد باغا نشريهم صراحه. هنايا ما كنلقاش بزاف، وصيت بابا باش انه يصيفط ليا شجره ديال الحامض، بغيت شجره ديال الحامض وشجره ديال اللويزه وشجره ديال التين. المهم بغيت بزاف د الحوايج، ولكن شويه بشويه خلا بابا قال لي غير شويه بشويه ان شاء الله. دابا ملي غادي يطلع واقيلا غادي ياخذ لي شي حاجه، وديجا دابا يلاه زرعت ماشي انا صاحبتي زرعت، جات عندي زرعت الكرافس والقزبر وزريعه واقيلا الزريعه كتعطي واحد نوار الشمس، كتعطي نوار الشمس واعر، ولكن دغيا كيتهرسوا لي. راه كانوا عندي ديجا، الا كانت باقا لي التصويره غادي نحطها لكم في الاول الفيديو ولا في اخر الفيديو، كانت عندي ولكن تمسحات. وشي نهار ندير معكم فلوق نيت في الجرطه فيديو غادي ننقيها، حيت الصراحه رجعت حالتها مره يا ما كينقيوها الناس اللي انا ساكنه عندهم. مين كيجي بابا كيحماق على هذا الشيء، اغلبيه ملي كيجي بابا كينقيها كل نهار، كينقي فيها ويقاد فيها هادي ويقطع هادي، عندو بابا مع هادشي تا هو. المهم كنقول لكم شكرا، كل ساعه كنقول لكم شكرا الله يعاونكم ولي نرجع. المهم ما تديوش عليا، يلا الله يعاونكم ونهاركم مبروك.